السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة. إذا وصلنا المنتج الذي طلبناه الخاص بالنظارات السياقة الليلية والنهارية كما ترون. سنقوم بفتح العلبة والسعر كما ترونه الآن، يعني موجود. سنقوم بفتح العلبة والتأكد من المنتج. إذن ها هي العلبة، هذه هي العلبة، سنقوم بفتحها كما ترون. نظارتين، هذه النظارة خاصة بالنهار، والثانية نظارة ليلية تأتي باللون الأصفر، تأتي باللون الأصفر. سنقوم بتجربتها في الليل ونتأكد من صحتها وإذا كان المنتج حقيقي كما شاهدناه في الإعلان أم لا. إذا هذه نظارة ليلية وهذه نظارة خاصة بالنهار ضد أشعة الشمس، نظارتان في منتج واحد يعني، وبذلك السعر الذي رأيناه سنقوم بتجربتهما فيما بعد ونتأكد من صحة المنتج. إن أعجبكم الموضوع اضغطوا على زر اللايك، اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما، وكما عودناكم من قناتكم فهم الفكرة، المصدر الأول في اليوتيوب والخبرة بين يديك.